أهلا بكم إلى عدد جديد من برنامجكم التفاعلي اليومي تواصل دوت كوم. مشاهدينا الأعزاء، لدينا في هذا اليوم 4 ملفات سنتجول بكم بينها لنتعرف على أهم الأخبار والقضايا التي تشغل الرأي العام العراقي عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي. إلى العناوين، البداية ستكون مع شكاوى واستغاثات من أهالي جنوب بغداد بسبب انقطاع مياه الشرب عنهم، ويحملون أمانة بغداد وأمينتها مسؤولية التقصير بحقهم. ثم نذهب إلى مجلس محافظة ديالى، وهناك جلسة انتهت بالعراك والشجار وتكسير أثاث قاعة الاجتماعات. بعد ذلك إلى أحوال الخريجين، ولكن هذه المرة في ذي قار، وهناك احتجاج لعدد من الخريجين المعترضين على حصول تلاعب بأسماء المقبولين واستبعاد كثيرين دون مبرر. والختام سيكون مع كاميرا المراقبة التي وثقت اقتحام عصابة لأحد المنازل في أبو الخصيب بالبصرة، وصور أخرى تتحدث عن ازدياد هذه الجرائم بسبب البطالة والإهمال الأمني من قبل الأجهزة الحكومية. إذن البداية ستكون مع أهالي جنوبي بغداد، وهم يستغيثون بسبب انقطاع مياه الشرب عنهم منذ نحو أسبوعين. لأنه بعد ما بقى عندنا صبر، صبرنا نفذ. نريد تشكيل غرفة عمليات لمعالجة هذا الأمر، اللي يعاز إلى وزارة الموارد المائية بإيقاف بإطلاق الإطلاقات العالية من سد سامرة، وإيقاف الإطلاقات على نهر دجلة، على نهر ديالى العفو، لأنه الوضع بعد ما يتحمل. ديالى جاي يضخ يوميا 800 متر مكعب بالثانية، وجاي يأثر علينا هذا الموضوع. اثنين، إذا ماكو أي حل خلال هاي اليومين راح نطلع بمظاهرة جميع قضاء المدائن، ناحية الوحدة، ناحية النهروان، ناحية جسر ديالى، مركز المدائن، كلها راح تطلع مظاهرة موحدة لقطع جسر ديالى الجديد. هذا تعرفون ايش قد تأثيره عليكم. كافي بعد، ملينا من عندكم، ملينا صبر ما بقى عندنا. عوائلنا جاي، عوائلنا تأذت، عوائلنا بدون اي مي، ضالين صار لنا 10 ايام، وانتم ما لكم، ما حسيتوا بهاي المسؤولية، ما تشعرون بمعاناة اهالي النهروان، قضاء المدائن، لا مبالاة من قبلكم. كافي، هذا دليل على انه انتم ما عندكم خطة حكومية اللي جاي تمشون عليها بسبب فسادكم الإداري والمحسوبيات مالتكم. إلى متى نبقى ساكتين؟ هاي آخر رسالة لكم، هاي آخر رسالة لكم، هاي آخر رسالة لكم. وراها راح تكون تظاهرة بجسر ديالى الجديد، راح نوصل صوتنا، لأنه كافي بعد ما نتحمل، الوضع ما يتحمل. هذا كله بسبب سوء الإدارة وسبب الفساد الحكومي. وإلا شنو مجارة رسمية صار لها 15 سنة تذب بنهر ديالى وبدون أي معالجات؟ إلى متى تبقون ساكتين؟ والناس جاي تموت عطش، الناس تأذت، ما بقى عندنا أي صبر. كافي، وصلنا إلى مرحلة من بعد ما نتحمل وياكم. زين، هذا نهر المبطن وباوع التناكر. الآن إلى مواطن ينتقد المسؤولين وإجراءاتهم بسبب أزمة انقطاع المياه أيضا في جنوبي بغداد. دعونا نتابع وإياكم. أريد أوجه رسالة للمسؤولين، للي انتخبهم الشعب. الله سبحانه وتعالى يقول: وجعلنا من الماء كل شيء حي. الجماعة حكومتنا الرشيدة قلبوا حتى الآية القرآنية، جعلوا من الباء سم قاتل للمواطن. اتفضلوا، وهذا المي، مي المدائن اللي يغذي 3 نواحي، ناحية النهروان وناحية جسر ديالى وناحية الوحدة، أي ما يعادل عدد نفوسها 500,000 نسمة. ال500,000 نسمة برقبة من ذولا يا عادل عبد المهدي، يا مجلس النواب، يا برهم صالح كافي، ما شبعتوا؟ التفتوا للشعب، استحوا. يعني هاي القصة شو وقت تعرق؟ هذا شعبكم قاعد يموت، شو وقت تحسون؟ ناديت لو ناديت حيا فلا حياة لمن تنادي، وأمرنا لله. بارك الله. الآن إلى مواطن يحمل أمانة بغداد وأمينة الأمانة مسؤولية ما يجري في مناطق جنوب العاصمة. ورحمة الله
التوالي يستمر هذا التلوث على نهر الياله. هذا التلوث الذي سبب انقطاع المياه عن قضاء المدائن. احنا مجالنا كراكبين في حقوق الانسان نحمل المسؤوليه الاولى الى مدينه بغداد بكر علوش، هي السبب الاول والاخير، واحنا نطالبها ان تتحلل القضاء ان شاء الله عن قريب، وراح نقيم عليها دعاوى قضائيه باسم الشعب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ننتقل الآن وإياكم أعزائنا المشاهدين من شكاوى المواطنين إلى جلسات المسؤولين. ترى ماذا يمكن أن يخطر على بالكم؟ ماذا يفعل هؤلاء المسؤولون؟ إلى عينة صغيرة منهم موجودة في مجلس محافظة الديالة. جلسة مجلس المحافظة للأسف انتهت بالشجار والعراك وتكسير أثاث قاعة الاجتماع. ستظهر أمامكم الآن الدلائل بالصور. إذن هكذا هم يسهرون على راحة الرعية، أو ربما كانت هذه طريقتهم للتعامل مع الموضوع. إلى جانب مما جرى داخل القاعة التي شاهدتموها بالمقطع الذي عرض قبل قليل، إلى مبنى مجلس محافظة ديالى وصور أخرى تبين لكم فداحة ما حدث. إذن تراشق بالزجاج للأسف، إلقاء لبعض الزجاجات من بعض الحضور على حضور آخرين، تحطيم الزجاج، أحدهم يقوم بخلع يعني سترتها التي يلبسها وكأنه يتهيأ للأسف إلى عراك. الآن إلى أثار الدمار الذي لحق بالقاعة بسبب تصرفات أعضاء مجلس المحافظة. الآن إلى شباب عراقي من الخريجين بعدما بلغ منهم اليأس مبلغه، قاموا بإحراق شهاداتهم وذلك للاحتجاج. احتجاجات بذقار إثر تلاعب بأسماء المقبولين وإهمال مطالب العديد من الخريجين الذين ظلموا واستبعدت أسماؤهم بفعل فاعل. نتابع. هاي حرق للقمصان البيض، حرق للقمصان البيض وحرق للوثائق. خريجون محافظة ذيقار المظلومين والمستبعدين الذين ظهرت أسماءهم في الوجبة الأولى والثانية وتم استبعادهم، ومحاضرين محو الأمية هنا قبل لحظات كانت من أمام مبنى محافظة ذيقار.
هنا من أمام بسبب الظلم من لجنة التعيينات ومحافظ ذي قار ومدير التربية. أبرز مطالبهم كانت هي المطالبة بإقالة المحافظ لامتناع عن تلبية طلباتهم وإقالة مدير البلدية مدير التربية ومدراء الأقسام اللي هم تلاعبوا بالأسماء هاي القمصان اللي ارتدوها لمدة. أمر مؤسف جدا أن يستقبل الشاب العراقي سنوات مهمة من حياته للأسف بهذا الكم المزعج من الإحباط وهذه الحالة المأساوية، انعدام وانسداد للأفق تماما أمام الشباب العراقي الذي لا يجد فرصة ليثبت فيها ذاته أو يحصل من خلالها حقوقه، إلى مواطن ينتقد الحال الذي يعيشه العراقيون بعد سيطرة الأحزاب الحاكمة. ليس هذا فقط، وإنما خشي هذا المواطن من ذكر أسماء بعض الأحزاب وقال إنني أخشى إذا ذكرتها أخشى أن أقتل. دعونا نتابع. ليش يعني هسه الا واسطه الا اتعين الا عرف الا تمشي معاملتي؟ ليش بس هدي اعرف ليش؟ يعني هي هاي الحكومه الشيعيه، هي هاي الحكومه المواليه لعلي بن ابي طالب، مرت حكومه شيعيه وصرت حكومه شيعيه وخذيت الرئاسه وخذيت الدنيا، ليش فتونا؟ يعني هسه لا اريد اسب ولا اريد اغلط ولا اريد اتجاوز ولا اريد استهدف حزب ولا اريد اجيب طارئ معين ولا اريد اجيب اسم مسؤول، وانا ما جبت اسم مسؤول كل مقاطعي ولا خصصت حزب لان اعرف شنو تاليته وشنو النتيجه اللي بها انا اذا ذكرت حزب او شخص معين او مسؤول. هذا الشيء معروفين، هو يقول لك الموت حق، بس عد الاحزاب وعد الكتل وعد الناس اللي ما عندهم مال تطلعها حش الطيبين، ما عندهم هذا الشيء مال الموت حق، لا يعرف شلون يعاملك. المهم يا اخي والله العظيم ملينا تطب القران، ملينا يعني هسه احنا لو ما طاق رواحتنا، لو ما شبعانين ضيم، لو ما كاتلنا الفقر ننشور. انا ما احكي عن نفسي، هسه يجوز اللي يشوف المقاطع يقول هذا يحكي عن نفسه او عنده مطلب شخصي. يا ابو داعي الجهالي وداع الجهاله، صح انا نشرت اول مقطع لي مطلب شخصي على موضوع العاطلين، بس والله العظيم كل مقاطع انا هسه مو مطلب شخصي، انا احكي عن الهواي مثلي، الاف مثلي، خريجين غير الخريجين، عالم قاعده لا شغل ولا عمل. زين ليش فتونا الخاطر؟ الله ليش فتونا؟ ليش راح تفيدونا؟ والله العظيم ما راح تفيدونا ولا راح تفيدونا ولا راح يجي يوم تفيدونا، وهاي كل سنين تجي وتروح واحنا نفس الوضع. الان الى كاميرا مراقبه توثق اقتحام عصابه احد عصابه معينه، اقتحمت طبعا احد المنازل، هذا المنزل موجود تحديدا في منطقه ابو الخصيب بمحافظه البصره، دعونا نتابع. شوفي جو وراء قالوا لي سكت. شوفي حسا بالرشاشة، الرشاشة واقف ما تطلع خالة، قال لي سكتي. شوفي جيت سديت أنا صرخت قلت حتى واحد يطلع. سؤال لابد منه، أين الأمن من كل هذا الذي يحدث؟ ازدياد حوادث سطو مسلح وسرقة بسبب ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وغياب الاهتمام الأمني كما يتحدث نشطاء عراقيون، نتابع.
الآن مشاهدينا نذهب إلى فقرة آراءكم. في آراءكم سنكون مع موضوع مختلف، ولكن بعد قليل نطلع وإياكم على خطأ في شعار وزارة المالية بكتابة الله أكبر معكوسة. بينه الصورة إذن، الصورة لشعار وزارة المالية وكيف يبدو فيها أن العبارة مكتوبة بشكل معكوس. طبعا الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عقبوا على هذه الصورة، دعونا نتابع بعض التعقيبات الآن. عدنان الفلاحي يكتب: لو تقلبون الألوان، لو تغيرون اتجاه الكتابة. يعطيهم طريقة بالتعامل مع هذا الخطأ الذي لا يغتفر لوزارة تمثل الدولة. إلى منشور آخر. وميلة تكتب: يا أخي اترك غلط، أحسن من يصلحوا ويسوون لجنة لتعديل شعار الوزارة ويختارون عروض من مكاتب تصميم وبالأخير الشعار تصير تكلفته 100 مليون. هذا الشاب يتحدث عن فكرة كيف أن الحكومة الحالية للأسف تستحدث بعض الفرق أو اللجان أو من أجل مصلح تصليح أخطاء بسيطة، وهو يقول لا نريد أن تشكل لجنة من أجل هذا الخطأ وتكلف البلد الآلاف إن لم يكن الملايين. إلى منشور آخر. عباس التميمي يكتب: هو البلد قلبينا على البطانة، بقت عهاي عادية معودين. على ما يبدو أن هذا الشاب يريد أن يقول إن المصائب يعني لا تأتي فرادى ولا تعد ولا تحصى في العراق، ولم تقف فقط على فكرة قلب العبارة الله أكبر في العلم بالعراق. إلى منشور آخر كتبه عدنان القيسي ضاحكا يقول: هي دولتك كلها بالمقلوب، بقت على هاي. أيضا هذا الشاب معترض على الواقع بشكل عام. إلى المنشور الأخير نذهب وإياكم، وكتبه ياسر كوكز يقول: وين الشعار، وين المالية بالموضوع؟ ياسر على ما يبدو أنه أيضا صرح بما قاله عبر الفيسبوك متهكما. الآن إلى تويتر. ماذا قدمت ثورة الخميني؟ من خلال التغريدات القادمة سنقرأ رد فعل الشباب العراقي عبر تويتر وكيف تعاملوا مع هذا الهاشتاج الذي نشط مؤخرا. هالة عمر عبد الوهاب الشمري تكتب: قدمت سفك الدماء والفتنة. أول شيء قام به الهالك خميني حرب 8 سنوات مع العراق، قتل بها 1 مليون رجل. ليس الثورة بل نكبة شققت بين المسلمين، لم يكن فرق بين سني وشيعي إلا بعد ثورة هذا الهالك الذي وصل لإيران على طائرة فرنسية. هذا ما تراه هالة. الآن نذهب إياكم إلى ما يراه مغردون آخر. سالم الجربوعي يكتب: جوعت مواطنيها وشردت الشعب السوري ومزقت أوصال لبنان ونهبت ثروات العراق والألغام والمتفجرات لليمن. يقدم هذا الشاب رؤية للمناطق أو الدول التي تضررت بسبب هذه الأفكار الإيرانية. الآن نذهب إياكم إلى فؤاد سالم الذي كتب: زرعت الميليشيات الإرهابية الطائفية في دولنا العربية، لبنان تتحكم به ميليشيا حزب الشيطان، العراق تتحكم به ميليشيات الحشد، اليمن تتحكم به ميليشيا الحوثي الإرهابية، وسوريا تتحكم بها كوكتيل من الميليشيات الإرهابية. لذلك هذه الثورة تدمر لا تعمر، يقصد ثورة الخميني. طبعا ماذا قدمت ثورة الخميني إلى التغريدة الأخيرة؟ نذهب إياكم، وكتبتها حصة العجمي. تقول حصة: إيران سجل حافل بالإرهاب وتطرف على مستوى المنطقة والعالم، دمرت العراق وشتتت شعبها وجعلتهم يعيشون في فقر وبطالة وبطش وسرقات. الآن نخرج إلى فاصل قصير وبعده نذهب إلى المقاطع المصورة. الفيديو الذي اخترناه لكم عن مجزرة ملجأ العامرية.
طرب غريب وسط انفجار. وبعدها بعشر دقائق صوت ثاني. لما عرفنا الملجأ انضرب رحنا لهناك. بعدين صارت وراء عشر دقائق ضربة اللخة. ضربة اللخة فهوى كلش قوي، كسر الجام مال الشارع مالنا كله كسره. لما طلعنا للشارع ذول جيراننا اللي ورانا ركبنا على جيراننا ركبت، قالوا بالملجأ ذول هذا الملجأ انضرب ماتوا الجيران. النار نص الملجأ، ما نسمع غير بس صراخ الجهال والنسوان وما نقدر نسوي شيء نوصلهم. يوم إذا أكل لون أكثر من أسود فقليل وحق. مأساة، كانت مأساة. عوائل، أطفال. ولقيت بهالمكان هذا إنه بس حتى ما تسمع صوت القصف اللي يجي. يعني جريمة كبرى صارت على العامرية وأهل العامرية صارت بيها. اللي أتذكر أنه كان اللي فاقد الاثنين يروح يعزي أبو فاقد الأربعة، أبو الأربعة يروح يعزي اللي فاقد أبو السبعة. أبو الفاتحة ما كان يبعد بفاتحته، يعني يجوا له ناس وراحوا يعدي ناس، كنا منطقة واحدة. أحد أصدقائي اللي هو من الطفولة يعني إذا فقد سبعة من أهله، يعني أمه وأبوه وأخته وابن أخته وأخوان اثنين صغار. والله كارثة على العمري مال الملجأ، كارثة صارت والعالم كلها راحت، صارت الفجر. كانوا يجوا زوار هواية بس هسه صار مستوصف وصار مال جيش. الملجأ مقبرة للعمرية، لان هسه خذوه استحلوه لان صارت قاعده عسكريه، هي المفروض لازم يسووها ذكرى انه للشهداء العامريه، صح لو لا؟ لان هوايه ضحايا راحت بيها. سيبقى ملجا العامريه شاهدا على بشاعه وشناعه الارهاب الامريكي. ختام التواصل، الى اللقاء.